كابتن جوهر، لسه مكملين في لقاءاتنا من داخل الصاله المغطاه لاستاد القاهره. هذه المره يسعدنا نلتقي رجل المباراه، نجم المنتخب، اسطوره كره اليد المصريه، كابتن احمد الاحمر. احمر، اهلا بيك، مبروك الفوز النهارده. اكيد يعني زي ما تقول كده بنتنفس خلاص بعد الفوز النهارده، بعد الهزيمه ماتش السويد كان ماتش صعب جدا احبطنا جميعا. والله هو ماتش فعلا عندك حق أمونيا واحبطنا، لكن فعليا احنا يعني عملنا ماتش كبير في ماتش السويد، لعبنا ماتش كويس شويه، ما كانش فيه توفيق في الاخر في النتيجه، كمان شويه كمان الحكام يعني الدنيا ما كانتش احسن حاجه، في غلطات في الماتش دوت فرقت معانا، خاصه ان انت بتتكلم في ماتش يعني طول الماتش ماشي ايكوال، فغلطه غلطتين ثلاثه اربعه اكيد يفرقوا في نتيجه ماتش. الحمد لله ماتش النهارده يعني احنا مركزين، احنا يعني عارفين ان هي البطوله مش ماتش او ماتشين، البطوله انت لازم كل ماتش بتنزله ماتشات كؤوس، اي حد بيلعب لازم يموت نفسه في الملعب، هي دي الفكره. ربنا كرمنا الحمد لله، فرقه روسيا فرقه محترمه، ويمكن هي على ما اظن اول مجموعه هناك. ماتش كان صعب جدا، فرقه حتى في يعني باروندو لما اتكلم عليها وبتاع قال شويه ان هي صعبه ان انت تقدر تحللها او تعملها، في حاجات كتيره غريبه جدا بيعملوها، لكن نزلنا الحمد لله. احنا متكلمين قبل الماتش والناس كلها نازله، لا بتلعب بقلب، الناس كلها عايزه يعني ما ينفعش ان انت تخرج من اول ماتش او كلام، لا خالص، احنا يعني لو خرجنا لا قدر الله هيبقى خلاص يعني كلنا مش قادرين يعني. بس قبل ما اتكلم معاك في اي حاجه تانية، طمنا عليك، في نهايه الجيم كان في خبطه قويه شويه، باذن الله تكون حاجه بسيطه. خدت ركبه في ركبتي او في يعني في الركبه بالظبط كده، وهي كدمه يعني ان شاء الله، يعني هي شويه الموضوع مش سهل، لكن ان شاء الله انا شوقي اتكلم معايا، دكتور شوقي اتكلم معايا وقال لي ان شاء الله يعني هنظبط الدنيا ان شاء الله. النهارده رجل المباراه، مسجل 7 اهداف، صنع عدد كبير جدا من الاهداف، منتخب كان محتاجك النهارده، كان محتاج لعيبه خبرات من امثال احمد الاحمر واكيد اسلام حسن، لاعبين اصحاب الخبرات. المنتخب محتاج كل واحد فينا، احنا مش 16 ولا 20، احنا 24 واحد وفي ناس كمان مش موجوده، الناس دي كلها يعني اي حد هينزل الطبيعي ان هو هيموت نفسه في الملعب، تلعب كاس عالم على ارضك وحدث عظيم وما ينفعش تخرج منه غير وانت خلاص يعني انت خلاص هنا يعني، ففعليا لا كل واحد هيعمل اكتر حاجه عنده، وان شاء الله هنحاول نوصل لابعد حته ان شاء الله. شكرا يا احمد، ومستنيين منكم كتير قوي، توفيق ان شاء الله. الله يعين حبيبي، تسلم. كابتن جوهر، ده كان لقاءنا مع نجم منتخبنا الوطني احمد الاحمر، واكيد العوده ليك مره ثانيه، تفضل.